مفاجأة، تعويض من المصرية للاتصالات للمصريين بعد انقطاع خدمة الانترنت. طبعا كلنا امبارح كان في نوع من انواع الانقطاع عن الانترنت لمدة ساعات وما كانش فيه توضيح، ولكن الشركة المصرية للاتصالات طلعت في بيان وايضا في تعويض. قدمت الشركة المصرية للاتصالات اعتذارها للعملاء عن العطل الطارئ اللي شهدته الخدمة أمس الثلاثاء، وأعلنت عن تعويض العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين بعشرة جيجا بايت إضافية على جميع الباقات. وأفادت الشركة أنه لا صحة لما تم تداولها على بعض مواقع السوشيال ميديا حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية. ويأتي هذا التعويض تأكيدا على حرص الشركة على تقديم أفضل خدمات الإنترنت للعملاء وحرصا على رضاهم. وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت أمس في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية. وقد قام فريق العمل بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وهيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة. وكان قد كشف مصدر مسؤول بسوق الاتصالات عن حقيقة انقطاع الانترنت أمس الثلاثاء، أكد أن خدمة الانترنت تعرضت لإعاقة نسبية. وتابع المصدر في تصريح أن مشكلة انقطاع الانترنت لاحقت بعض المناطق بعد تعرض أحد الكابلات لقطع في إحدى مناطق القاهرة الكبرى، ما أثر على خدمات الإنترنت ببعض المناطق. مصدر أشار أن مشكلة انقطاع الإنترنت لن تستمر طويلا وأنه تم حل المشكلة. وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. الناس اللي قطعت عندها الإنترنت أمس ياريت تقول لنا في التعليقات تحت أسفل الفيديو.